الناس المحنكة اللي بيشوفوا أي حد بيعمل فيديوهات بنفس التيشيرت بيفهموا إن هو مش لابس غيره طول الأسبوع. في حركة بنعملها كتيك توكر أو يوتيوبر عامة بيعملها، يمكن أنت لو ركزت هتلاحظها. إحنا عامة كمنشئين محتوى بنصور فيديوهات 10 فيديوهات 5 فيديوهات وبننزلهم على مدار الأسبوع، بنصورهم بنفس الطقم. معنا مش كل فيديو أصوره أروح أغير طقم جديد أو هلبس قميص جديد أو تيشيرت جديد وأجي أعمل لك بيه فيديو، فاهمني؟ وفي الآخر أصلا تيك توك ما بيعبرناش بأي حاجة عامة. بس ايه، انا بعمل لك مثلا 10 فيديوهات ب 10 معلومات، مش هنزل لك ال10 معلومات دول في نفس اليوم. مش اولا من بعيد ان هو مش هيجيب تفاعل، الفكره ان ما حدش هيشوفه اصلا ومحدش هيهتم بكده ان هو يشوف 10 فيديوهات ليا ورا بعض، فاهمني؟ فانا بنزل لك بعمل 10 فيديوهات وبنزل كل يوم فيديو، او كل يعني النهارده فيديو وافوت يوم وانزل فيديو وهكذا. انما مش هعمل لك كل يوم فيديو بطاقه، مش هقعد كل يوم اصور، انا مش منطقي. بعمل فيديوهات الاسبوع كلها، وهتلاقي اي منشئ محتوى بيعمل كده زيي. دي قاعدة ثابتة عامة عندنا كيوتيوب، لأن إنك تجهز مايك أو إنك تجهز معدات تصوير والكلام ده الموضوع بيبقى ممل وصعب. بس كده، فدي كانت الفكرة ببساطة. متنساش تصلي على النبي، أشوفك على خير، لا إله إلا الله.